أعزائي المشاهدين، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عايزة أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، وبهنيكم ببداية السنة، أول يوم في بداية السنة الجديدة 1/1/2020. كلنا في بداية السنة بنقعد نقول لبعض سنة سعيدة عليك، ربنا يبارك لك، ربنا يحقق كل أمانيك. بس يا ترى كده وإحنا بنفكر، يا رب أنا نفسي في كذا، يا رب انا عاوز فلوس، يا رب انا عاوز وظيفه، يا رب انا عايز عربيه جديده، يا رب انا عاوز، وانت مغمض عينك كده وبتحلم وبتتمنى. فكرت تشوف ربنا عز وجل، فكرت تخش الجنه، فكرت كده ان انت تبقى في جوار النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الفكره دي جت في بالك كده ولو للحظه؟ هفترض اللي هي ما جاتش في بالك. فانا عايزه النهارده تحس ان انت في الجنه. انت الدنيا عارف اولها من اخرها، دنيا هتتعيش وفي الاخر هنروح للمولى عز وجل. انا بقى عايزه اخدك النهارده في اول يوم في السنه تشم نسيم الجنه، تحس ان انت في معيه الله عز وجل وهو مديلك كل حاجه حلوه في الجنه. النهارده هنبتدي سنه جديده في يوم في الجنه مع شيخنا الجليل الشيخ احمد الجهيني من علماء الازهر الشريف. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا. حضرتك شرفنا ومنورنا. ربنا يحفظك ربنا يعزك يا رب. وطبعا معانا المنشد يعني اللي صوته رائع رائع حقيقي ومش مجامله، يوسف سند المنشد الديني. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بحضرتك استاذ امير. ربنا يعزك. انا فرحان والله اني معكم النهارده. والله انا يعني مبسوطه بشاب زيك بيحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدرجه دي. قبل الحلقه كان بيكلمني عن الانشاد وحب النبي صلى الله عليه وسلم بمنتهى الفرحه. يعني يا رب اشوف شباب المسلمين زيه. يا رب يا رب ربنا يبارك فيك. ربنا يخليك. النهارده بنتكلم عن الجنه. نعم. الجنه الناس بتعرف ان الجنه دي حاجه حلوه قوي. نعم. بس معظم الشباب مش بيفكر اللي هو يخش الجنه، او اللي هو يعني يفكر انا نفسي اخش الجنه عشان مش عارف ايه معنى كلمه جنه. نعم. يعني ايه جنه؟ يعني انت دايما بتقول الجنه دي حاجه حلوه، بس يعني ايه جنه؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا في زمرته وتحت لوائه يا رب العالمين، ويجعلنا رب من اهل الجنه يا رب، بغير حساب ولا سابقه عذاب. اللهم امين يا رب العالمين. الجنة في اللغة من الستر. إن شاء الله. يقول لك هذا مجنون لأن ستر عقله. منه الجنين لأن ستر في بطن أمه. إن شاء الله. منها إيه تاني؟ الجن لأنه ستر عن أعين الناس. فالجنة في اللغة هي الستر. إن شاء الله. طيب في الإصطلاح الجنة هي نعيم الله وثواب الله الذي أعده لعباده المؤمنين. طيب قالوا كمان الجنة هي من يدخل فيها يستتر برحمة الله من عذابه سبحانه وتعالى. وسميت جنة لأنه من يدخل فيها يستتر بأغصانها وأشجارها فلا يره من بخارجها. ما شاء الله، اللهم اجعلك. دي الجنة. طب الجنة دي يعني أنا أحيانا بقف مع أحاديث كده يتعرفني ان الجنه دي حاجه كبيره قوي وعظيمه قوي وتستحق ان احنا نضحي من اجلها. هما كانوا الصحابه ايام الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا بيحبوا الجنه بس هما كانوا بيشموا الجنه ريحتها المسك من كتر حبهم للجنه. والرسول صلى الله عليه وسلم قايل لهم الجنه دي شكلها عامل ازاي، مكان احلى من الدنيا بكتير. فاحنا عاوزين نقول لهم الجنه دي شكلها ايه. يعني هنبتدي بس الاول كده بالصراط عشان نكمل حلقه المره اللي فاتت، يعني اتكلمنا عن الصراط. نعم. وندخل بقى من باب الجنه. يا رب اجعلنا اهل الجنه. ربنا يعزك. عايز احط ايدي المشاهده على 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 اهميه الجنه دي اللي احنا داخلينها. يا رب ربنا يجعلنا من اهلها. النبي يقول صلى الله عليه وسلم لموضع صوت احدكم في الجنه زي متر مثلا كده او اقل متر خير من الدنيا وما عليه. تخيل حته قد كده في الجنه خير من القصور وخير من الدثور وخير من الاموال وخير حته قد كده.
يعني في الدنيا بيبقى عايز المتر في اي مكان راقي على النيل ولا التجمع ولا مش عارف ايه غالي جدا. بملايين. الجنة عايزة ركعتين بس. سبحان الله سبحان الله. في حديث كمان انا اقف معه جدا عن الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى يوم القيامة بأشد الناس بؤسا وفقرا ومن أهل الجنة، فيغمز غمسة في الجنة، وفي رواية فيصبغ صبغة في الجنة، ثم يقال له عبدي هل رأيت فقرا قط، هل مر بك بؤس قط، فيقول لا والله يا رب ما مر بي فقر قط وما رأيت بؤسا قط. أنا عايز نتخيل غمسة واحدة صبغة واحدة في الجنة نسي كل البؤس، وده مين؟ ده أشد أهل الدنيا بؤسا وفقر. تخيل. سبحانه وتعالى. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا يوم القيامة هم من أهل النار. تخيل أنعم أهل الدنيا ده. يغمس غمسة في النار، وفي رواية صبغة في النار، ثم يخرج عبدي هل رأيت نعيما قط، هل مر بك خير قط، لا والله يا ربي. يبقى الجنة دي يا أخوانا ما هياش حاجة بسيطة، لا تستحق أن نضحي وأن نتمسك بطاعة الله. أنا بقول كده بأكد ليها يا أستاذ أميرة، لأن المعاصي لها لذائذ، لها متعة، لها، لا خلي بالك أنت هتدوق متعة الحرام هتحرم من متعة ولذة الجنة. يعني النبي قال من شرب خمر الدنيا فلن يشرب خمر الجنة. يبقى ليه تحرم نفسك؟ ده الدنيا يعني زي ما حضرتك كنت قلت من شويه، الدنيا دي اسمها دنيا من الدنو لسرعه زوالها، هتخلص بسرعه. يعني عارفين اخرها؟ سيدنا نوح صحيح. مش هو اطول الانبياء عمرا؟ صحيح. لما جه ملك الموت في روايه بيقولوا يا اطول الانبياء عمرا، يا مستجاب الدعوه، كيف وجدت الدنيا؟ سيدنا نوح قعد في الدعوه كام؟ 1000 سنه الا 50 عام. وقعد قبل الدعوه 250 سنه، وبعد الطوفان 250 سنه، حوالي 1450 سنه. كيف وجدت الدنيا؟ قال له الراجل ليه بيت والبيت ليه بابين، دخل من الباب وخرج من الثاني. ادي الدنيا. صحيح 60 سنه 70 سنه ما فيش. صحيح. طيب نخش بقى ما نسمع حاجه وبعد كده نرجع هنروح نسمع حاجه. طيب. عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع الحقيقة. كلنا مشتاقين يا رب، يعني نشرب من يده الكريمه شوربه لا نظمأ بعدها ابدا يا رب العالمين. هنروح للنشيد ونرجع لحضرتك نتكلم بقى عن الصراط وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. احنا النهارده بس عاملين لكم حاجه لاخواتنا وحبايبنا من الصم والبكم. احنا حبينا نعمل حاجه، وكل كل برنامج بصراحه يعني الفكره كانت محببه بالنسبه لنا جدا، وحبينا نجبر بخاطرهم بحاجه ولو بسيطه قوي. فالنهارده النشيد اللي هنسمعه في حب النبي صلى الله عليه وسلم هترجمه على قدي كده بلغة الإشارة، أنا حاولت أتعلم على قد ما أقدر، وهسيبكم مع النشيد وإن شاء الله أنا هترجم على قد ما ربنا يقدرني سبحانه وتعالى. في البداية بس أنا حابب أهنئ حضراتكم والأمة الإسلامية كلها، إن شاء الله ربنا يجعله عام كده خير علينا جميعا يا رب، مصر والأمة الإسلامية في تقدم على طول. خلينا نبدأ قعدتنا بقى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نقول صلواتنا من كلمات وألحان الدكتورة المبدعة داليا عمارة. صلواتنا وسلامنا وحنيننا يا رسول الله، جئناك بالحب هاهنا والشوق منا فاض مدى. صلواتنا وسلامنا وحنيننا يا رسول الله، جئناك بالحب هاهنا والشوق منا فاض مدى. يا صاحب القلب النقي بنهجك الدر نرتقي، يا صاحب القلب النقي بنهجك الدر نرتقي، أنت الحبيب إلى مولاه وحبيبنا
يا رسول الله صلواتنا وسلامنا وحنيننا يا رسول الله جئناك بالحب هاهنا والشوق منا فاض مدى. الله عليه وسلم. الله عليك ان شاء الله حاجه رائعه ان شاء الله يعني اخذ قلوبنا و ان شاء الله وذهب بها حيث محبة النبي صلى الله عليه وسلم. رحلتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصراط. نبينا صلى الله عليه وسلم هو أول من تنشق عنه الأرض، وعند الصراط النبي يأخذ بحجوزنا، يعني بشدنا كده، عايز ينقذنا من الصراط صلى الله عليه وسلم. والصراط كما ذكر أحد من السيف وأرفع من الشعرة، فيه كلاليب وخطاطيف كشوك السعدان. يعني سبحان الله بأهل النار بتخطف أهل النار وتشدهم كده، تجذبهم إلى قعرها. ويمكن الآية الصعبة جدا، إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبا. قالوا جهنم كانت مرصادة، الصراط فوق وجهنم ترصد أهلها، يعني ما فيش حد فينا إلا واردها، يعني كلنا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضي، كل هيمر. فشوف التعبير، إن جهنم كانت مرصاد، يعني الجهنم من تحت ترصد، يعني بتراقب أهلها، اللي يجي تبعها فيصعد لهيب النار ويجذبه إلى قعرها والعياذ بالله. أما أهل الإيمان فنورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فطبعا النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم أن الناس يمرون على الصراط بحسب أعمالهم، منهم من يمر كأجاويد الخيل، منهم من يمر كالريح المرسلة، منهم من يقوم وتخطفه النار مرة، تلسعه النار مرة ويقع مرة ويحبو مرة، وده آخر واحد يخرج من النار ويدخل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. المشهد الرائع، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واحنا معديين خايف علينا، يا رب سلم سلم. نعم، وبيأخذ بحجزنا بشدنا، يعني لا، النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستحق ان يملك قلوبنا، يستحق صلى الله عليه وسلم. يا اخواننا، يعني المشهد لما حضرتك قلت كده ذكرتني على طول المشهد الاخير وموقف النبي صلى الله عليه وسلم الذي تفرد به عن سائر الانبياء والرسل. نفسي ادم، نوح، إبراهيم، موسى، نفسي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. اذهبوا إلى نوح، اذهبوا إلى موسى، اذهبوا إلى إبراهيم، اذهبوا إلى عيسى، كل يقول نفسي. فلما النبي يشوف يومه أنا لها، يعني إحنا نتخيل كده فرحة المؤمنين لكل الخلق رايح لسيدنا النبي، وإحنا فرحانين بنبينا صلى الله عليه وسلم. النبي يا أخوانا صلى الله عليه وسلم، يعني سبحان الله، حاجة يعني يفيض الحب في قلبي، تفيض الرحمة في قلبه لأمته. يعني النبي يسجد تحت عرش الرحمن ويعني لا يسأل الله فاطمة ابنته ولا صفية عمتي ولا خديجة، يا رب لا أسألك فاطمة ابنتي ولا صفية زوجتي ولا عمتي ولا خديجة، يا رب أمتي. فإذ بالنداء من رب الأرض والسماء، نداء له إجلال وهيبة وعظمة، الله يكلم رسول الله، ارفع رأسك يا محمد، ارفع رأسك يا حبيبي، وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع. فالنبي يقول فالله يلهمني محامد لم يحمد بها أحد قبل ذلك، يحمد ربنا ويثني على الله بما هو أهله. وبعد كده يقول يا ربي أمتي الله، فيقول الله عز وجل وعزتي وجلالي يا محمد لأقسمن القيامة بيني وبينك، أنت تقول أمتي وأنا أقول رحمتي
رحمتي وعزتي وجلالي يا محمد، لسوف أرضيك في أمتك ولا أسوءك أبدا. سبحان ربي العظيم. فده حال النبي صلى الله عليه وسلم، خايف علينا لدرجة في نهر الكوثر في ناس عايز النبي يسقيهم بإيده. أنا قبل ما نروح لنهر الكوثر، أيوه، حضرتك قلت حاجة دلوقتي من أجمل الحاجات. نعم. أنا هرضيك في أمتك يا محمد ولا أسوءك أبدا، وأنا لا أرضى واحد من أمتي في النار. في النار. نعم. أنا يعني حضرتك كنت قلت لي على مشهد جميل لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يروح يسجد لربنا بعد ما كل الناس تخش الجنة. نعم. أنا عارفة اللي دينا. أيوة. بس لغاية لما ربنا يقول له طلع، عايز بقى حضرتك تقول طلعهم. نعم. يا محمد كله. نعم نعم، ده دي الشفاعة اللي بيسموها الخاصة. أيوة. لأهل الكبائر وأهل المعاصي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يظل عند ربه يدعو ربه ويتوسل إلى الله ويستغيث بالله حتى يخرج الله عز وجل من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. فطبعا ده داعي أن احنا يا أخوانا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده داعي أن احنا نتمسك بالطاعة، ده داعي أن احنا نبعد عن المعصية. آخر واحد يخرج من الجنة النار ويدخل الجنة، وده زي ما قلنا بقايم عمال يتخطف شوية لسع شوية لحد ما إيه يخلص، يقوم ويقع يخلص الصراط. فينظر خلفه على النار ويقول إيه، الحمد لله الذي نجاني منك وأعطاني ما لم يعطي أحدا من العالمين. مجرد نجاته من النار ظن إن مفيش حد في النعيم ده. يعني قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. مجرد بس إيه تزحزح وشوفي الطاعة والعبادة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه، من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجعل النار 70 سنة 70 خريفا. في رواية مسلم بالتجديد من صام يوما في سبيل باعد الله وجعل النار 70. رواية الترمذي جميلة قوي بقى، فمن صام يوما في سبيل زحزحه الله عن النار 70 سنة. ما شاء الله، اللهم بارك. صيام يوم واحد احنا بنضيع حسنات وبنضيع خير كبير قوي يا اخوانا. المهم الراجل ده بعد ما قال كده فربنا ورى له شجره كده قريبه من الجنه وتحتها عين جميله كده، فقال يا رب ادنوني من هذه الشجره، رب قربني استظل بظلها واشرب من مائها. فربنا قال له يا عبدي ألا تسألني شيئا بعدها؟ قال رب لا أسألك شيئا بعدها. فرح ربنا قربه فطلعت شجرة تاني قريبا من باب الجنة، فقال له يا رب ادنوني من هذه الشجرة أستظل بظلها وأشرب من إنه رأى ما لا صبر له عليه وربه يعذره في ذلك. فيقول الله عز وجل عبدي ألم تعطيني العهود والمواثيق ألا تسألني شيئا بعدها، وربه يعذره في ذلك. فقال له بلى يا رب. فيقرب اول ما يا رب ادخلني الجنه، خلاص بقى على باب الجنه. فربنا يقول ادخل برحمه الجنه، فيدخل الجنه فيخيل اليه انها ملأة، فيرجع الى ربي يا رب انا لقيتها ملأة انا مش لاقي مكان. فربنا يقول له اترضى ان يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا ومثله ومثله، وفي روايه وعشره امثاله. فيقول العبد تسخر بي رب العالمين، فيضحك الله من عبده. سبحانه وتعالى. فيضحك الله من عبده، ويضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويضحك الصحابة، لأن الله ضحك. العبد مش مصدق، يعني ده مين؟ ده أدنى أهل الجنة منزلة، ده آخر واحد خرج من النار ودخل الجنة. فنكمل ولا نسمع حاجة؟ احنا هنسمع حاجة بقى بحب طيب. رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد كده بقى نقف على باب الجنة. طيب ماشي ان شاء الله. هنسمع ايه بقى دلوقتي؟ احنا قلنا صلواتنا بقى، خلينا نوصف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نقول قمر بقى. يعني هنقول دلوقتي وصف لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. السلام. طيب قمر؟ تمام. وأجمل منك لم ترى قط عين، وأطيب منك لم تلد النساء، خ
خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. قمر 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 سيدنا النبي، قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل، وكف المصطفى كالورد نادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله، وكف المصطفى كالورد نادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله، وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد. حبيب الله يا خير البرى، يا قمر 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 سيدنا النبي، قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل، ولا ظل له بل كان نورا الله الله، تنال الشمس منه والبدور الله الله، ولا ظل له بل كان نورا الله الله، تنال الشمس منه والبدور، ولم يكن الهدى لولا ظهورا، ولم يكن الهدى لولا ظهورا، ولم يكن الهدى لولا ظهورا، وكل الكون أنا رهن رضاها. قمر 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 سيدنا النبي، قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا بجد. يعني مش عارف اقول ايه بجد. جميل. الحمد لله ما شاء الله، اللهم بارك. يعني ترويحه للقلوب رائعه ما شاء الله. يعني احنا بس هناخد اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم استاذه داليا، معانا يا جماعه؟ طيب احنا واقفين على باب الجنه. باب الجنه، وينفع نقف على باب الجنه ما نخشش؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مستنين على باب الجنه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. امر رضوان الا يفتح ابواب الجنه الا اذا طرقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. واول من يحرك حلق الجنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم باب للجنة؟ 8 أبواب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن للجنة 8 أبواب، ما بين مصراعي الباب فتحة الباب 40 سنة، ولا يأتين عليها يوم وهي كضيض من الزحام. اللهم اجعلنا ممن يتزاحمون عند دخول جنتك. اللهم آمين. النبي صلى الله عليه وسلم أول واحد يدخل الجنة. صلى الله عليه وسلم. تخيلوا بقى إن في واحدة هتزاحم النبي وهو داخل. صلى الله عليه. تزاحم النبي كده في كتفه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من هذه أخي يا جبريل؟ من هذه التي
تزاحم رسول الله عند دخول الجنة. قال هذه المرأة التي يتم أبناؤها فانكفأت عليهم ولم تتزوج وربتهم وأحسنت تربيتهم. هذه المرأة جزاؤها وثوابها أن تزاحم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخول الجنة. أي فضل وأي نعمة وأي كرم من الله سبحانه وتعالى. يعني دي رحمة من ربنا عز وجل بأم الأيتام. نعم. رحمة وجبر خاطر. نعم. دنيا وآخرة. وحاجة لا ده مكرمة كبيرة قوي قوي. صحيح. خصوصية منزلة يعني لم تتسنى لحد تاني. طيب دخلنا الجنة وإحنا داخلين الجنة بقى. الرسول صلى الله عليه وسلم فتح الباب. فتح الباب وإيه أول زمرة بقى تخش معاه شكلهم إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أول زمرة يدخلون الجنة على هيئة القمر ليلة البدر. ما شاء الله اللهم بارك. ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. ما شاء الله اللهم بارك. لا يبولون ولا يتغوطون أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجاملهم الألو عيد البخور. يعني إيه ومجاملهم؟ مجامرهم عارفه اللي بيستجمروا ويحطوا البخور اللي هو الجمر اللي هو ويطلع ريحه كده هو ده. فالمشهد يعني جميل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنه ينعم فلا يبأس يخلد فلا يموت لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. احنا نعيش بقى الكلام ده ينعم فلا فيش بؤس في الجنة مفيش شق. يعني اللي بيتعب في الدنيا لازم يعرف الجنة مفيش بؤس. اللي بيعيش فقر في الدنيا في مشاكل مصايب فتن محن فيش حزن مفيش. ينعم فلا يبأس يخلد فلا يموت. طيب احنا عرفنا اول زمرة واحنا داخلين بقى الله اكبر تجد ملائكة الرحمن تصطفوا تستقبل وفد الرحمن. استقبال بقى مش استقبال ملوك ده استقبال وفد الرحمن. الملائكة صفين كده واحنا داخلين قولوا امين امين وانتم معانا قولوا امين اللهم امين يا رب. داخلين وتجد ملائكة الرحمن بقى ايه تستقبل سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الله اكبر اي استقبال ده. طيب نخش كده بقى تجد نعيم الله اكبر لم ترى عين قط لم ترى عين قط ولم تسمع أذن قط ولم يخطر على قلب بشر. ابن عباس بيقول ليس في الدنيا من الجنة إلا الأسماء. في رمان وفي رمان وفي مثلا شجر وفي شجر وفي فاكهة إنما لا أسماء بس في زيتون إنما ده غير ده خالص. في خمر وفي خمر بس ده مش زي ده اسم بس اشتراك لفظي. ليس في الدنيا من الجنة إلا الأسماء. طيب تعالوا نخش كده نمشي على أرض الجنة. الله أكبر حشيشها الزعفران حشيشها الزعفران. وبعدين تجد وانت ماشي كسبان من اللؤلؤ والمرجان. تلاقي كسبان من اللؤلؤ والمرجان أشكال تأخذ بالقلوب قبل الأبصار. بعدين انت ماشي تجد يعني حوائط الجنة إيه المشهد إيه ده؟ سبحان الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن حوائط الجنة طوبة لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المونة بتاعتها المسك الأصفر. المسك اللي فوش لعب ولا فيه تخفيف ولا يعني مسك في مسك. الدنيا طوبة أحمر أنت عندك طوب ذهب وطوبة فضة فضة المسك. والمسك بينهم مكان المونة لا لا وايه والذهب مش زي ذهب الدنيا ولا الفضه لا ده حاجه ثانيه. خلي بالنا من السجدي ابدا. فانت ماشي بقى شايف الارض الجميله وشايف وبعدين الله اكبر تجد انهارا عجيبه. انهار الجنه انهار من لبن انهار من خمر انهار من عسل انهار من ماء. انهار الجنه تشوفها كده تنبع من اعلى الجنان تنزل من اعلى الى اسفل تمشي على أرض الجنة بغير شواطئ ولا أخدود. مشي كده
يعني اللي بيتمنى يبقى عنده فيلا وفيها بيسين، لا ده انت عندك بقى نهر بتاعك وعندك قصور بتاعتك، وبعدين تجد سمك بقى في سمك الوان واشكال، ان اشتهت نفسك سمكة تأتي لك قبل ان تطلبها على نحو ما تشتهي في صحفة من ذهب او فضة، وتقول لك اتشتهي ان تأكلني يا ولي الله، يا ولي الله. نعم ما شاء الله، اللهم بارك. فإن أكلتها يبقى فيها عظمة صغيرة يعيدها الذي يقول للشيء كن فيكون، ثم تقفز وتقول السلام عليك يا ولي الله. هنقف عند ولي الله. ولي الله ده كلمة نعم، يعني من أعظم من أحلى الكلمات اللي ممكن الواحد يسمعها. يعني إيه وليك ربنا؟ قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أنت ولي لله، تقدم طاعة الله، تقدم حب الله على ما سواه، تكبر الله حقيقة في قلبك، تعظم الله حقيقة في قلبك، محاب الله أغلى عندك من أي محب في الدنيا، أغلى عندك من محب الأكل، من النساء، من الشهرة. وانت بتبقى في حفظ ربنا، يعني وليك ربنا، كل حاجة متوليك فيها ربنا عز وجل، وقلبك متولي قلبك. صحيح. لما تبقى معاه تبقى بتحبه، تبقى فرحان، تبقى سعيد، تبقى حاسس بأنس، إن تركته تجد الوحشة في قلبك. طيب. سيدنا النبي بقى وهو صلى الله عليه وسلم. طب نكمل مشيتنا في الجنة دي ونستمتع بالجنة. احنا قلنا احنا ايه ماشيين وشفنا انهار الجنة نازلة من اعلى الجنان، من غير شواطئ ولا اغدود، يعني تمشي والمؤمن يكون معاه قضيب من ذهب يشير الى انهار الجنة، تصعد معه وتنزل معه وتطلع معه زي ما عايز، واخد بالك ازاي؟ طب وانت ماشي كده فتنظر يأخذ ببصرك قصرا مشيدا، قصر عجيب. ايه ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان للمؤمن في الجنة لقصر من لؤلؤة مجوفة. قصر من ايه؟ لؤلؤة مجوفة. تخيل طولها في السماء 60 ميلة وعرضها 60 ميلة، للمؤمن فيها اهلون لا يرى بعضهم بعض. وفي رواية بيقول لك ايه؟ في جنتان من ذهب، جنتين من ذهب وما فيها من آنية من ذهب، وجنتين من فضة بما فيها من أواني من فضة. طب تعالوا نخش اللؤلؤة دي المغافة دي ونشوف ايه اللي جوه. دخلنا اللؤلؤة تجد سرة عجيبة، سبحان الملك، سرور مرفوع. قيل ان ارتفاع السرير 100 سنة وعلى سرر متقابلين. لا، السرر متقابلين ليه؟ قال لك عشان انت ما تبقاش في ظهر الخدم او ازواجك او اصحابك، لا تبقوا في وش بعض. طب مرتفع ليه؟ انتوا عارفين في النيل، العماير اللي على النيل كل ما يكون الشقه اعلى تشوف المنظر اعلى بتبقى اغلى. صحيح. تخيل بقى انت لما تبقى فوق وترى الانهار، هتخش معاك الانهار، ما انت هتدخل الانهار معاك، الانهار والعيون. يعني ربنا مطور له كل حاجه، كل حاجه، والولدان اللي بيخدموك. طيب طلعنا من اللؤلؤه دي بصينا في شجره، سبحان الله، ما هذه الشجره؟ ايه ده؟ الله اكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان في الجنه لشجره، تخيلوا يا اخواننا، ان في الجنه لشجره يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. الراكب مش الماشي. أوراقها كآذان الفيلة، أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأليا من الزبد. في عيون في الجنة، في عيون في الجنة، التسنيم والسلسبيل والزنجبيل والكافور، 4 عيون برضو في الجنة، و4 أنهار في الجنة. نشرب من عيون الجنة، وتجد الولدان المخلدون بقى يعني بالالاف، بصحاف من ذهب من فضه تاكل. وبعدين ايه؟ سبحان الله بقى، يعني لسه كنت بكلم استاذ اميره في نقطه جميله قوي في مساله قبل الحلقه، يعني في مساله ان نعيم الجنه
ما فيهوش ملل ولا سقامة. أيوة فعلا، في ناس كتيرة بيقولوا طب أنا دلوقتي مش همل من الجنة، يعني أنا بمل في الدنيا من حاجات كتير، مش همل من نعيم الجنة يعني كل حاجة كده، ما أنا همشي هلاقي نفس الحاجات، همشي هلاقي نفس الأنهار، مش همل. لا مش هيحصل ملل ليه في الجنة، لأن نعيم الجنة متجدد ومتزايد. قال تعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، كلما تقع عينك على شيء تجده أحلى وأجمل من الأول، نعيم متجدد. حتى اللقمة ما تأكل لقمة إلا تكون أحلى وأطعم وألذ وأجمل من التي قبلها. لا تشرب شربة إلا وتكون أحلى وأمتع وألذ من التي قبلها. لذلك في مسألة الشرب دي يا رب ذكرني من الآية في سورة الإنسان، بأكواب كانت قواريرة، بأكواب كانت قواريرة، يعني إن المخلدون يمرون بأكواب من قوارير، بأكيد القوارير من فضة. الله، طب القوارير عندنا احنا من إزاز، طب ليه القوارير؟ قال لك القوارير يعني لأن بيدل إن المية اللي جواها باينة، بس مش من إزاز بقى، من فضة. ما شاء الله. لك أن تتخيل الفضة في الدنيا مهما كانت خفيفة النسج لا تظهر ما بداخلها. صحيح. تخيل لو الكوباية من فضة بس بتبين المية اللي جواها شكلها يبقى عامل إزاي؟ نعيم لا يتخيله بشر. سبحان الله. سبحانه وتعالى. وطاف عليهم بأنية من فضة وأكوابا كانت قوارير، قوارير من فضة قدروها تقديرا. تعالوا بقى للإعجاز في قدروها تقديرا. قال لك سبحان الله، ربنا قدر الماء في الكوباية على قدر ريك، فلا يزيد فيحصل ملل وسآمة، ولا ينقص فيحدث الإيه، عدم اللذة في الماء. قدروها تقديرا، قدر الماء في ايه الدقة دي وايه الوصف الجميل ده. فانت بتتنعم في هذا النعيم. طبعا عايزين نخش على الحور العين، عايزين نخش على حاجات كتير. طيب. بس ممكن دلوقتي نسمع حاجة. يعني هنكمل وهنرجع نسمع، بس احنا طيب. كنا عاوزين بس نقول ايه، في ناس كتيرة عشان ما دقتش ومهما سمعت بتحس اللي هو انا نفسي اعيش في جنه الدنيا الاول. يا شيخ احمد انت بتقول لي الجنه ونعيمها، انا عايز اشوف الجنه في الدنيا، ليه ربنا ما يدينيش في الدنيا ويديني في الاخره؟ مين قال كده يا اخواننا؟ والله العظيم من ينعم بحب الله فهو في جنه، والله من ينعم بحب رسول الله فهو في جنه، والله من يعيش لذه وحلاوه الطاعه والعباده يجد أنه في جنة. بعدين يا شيخ أحمد الابتلاء مش رحمة؟ طبعا، يعني في ابتلاء رحمة زي ما بنقول. النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خير له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له. وإحنا تعلمنا إن الابتلاء إما أن يكون مكفر للذنوب أو رافعا للدرجات. صحيح. فكلا حالي المؤمن خير. وبعدين أنا دايما بقول يا أستاذة أميرة لو تذكري، بقول تخيلوا يا إخوانا لو لم يفرض الله علينا طاعة ولا عبادة. صحيح. يعني ربنا فرضش علينا صلاة ولا زكاة ولا حاجة، كنا هنروح لربنا بذنوب قد إيه؟ صحيح. جبال. يبقى إذن ربنا فرض علينا الطاعات والعبادات دي ومعها الابتلاءات، ربنا بيطهرنا. صحيح. ربنا بيطهرنا، بيغسلنا، بينظفنا سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. بمناسبة بقى تطهير ربنا عز وجل لينا ونفوسنا بالصلاة وغيرها، ربنا عز وجل أمرنا اللي احنا نغض البصر. نعم. وإن احنا نتقي في كل حاجة بنعملها. نعم. يعني ونشوف دلوقتي من الرجال إلا من رحم ربي، يعني مفيش غض بصر تماما. نعم. فعايزين نقول لهم يعني جايزة ربنا عز وجل. نعم. للي بيتقيه وبيغض بصره. الجديد ان غض البصر بقى من الرجاله والنساء، مش من الرجاله بس، لان الحياء ده نعمه من ربنا، فرضه على الاثنين مش على الرجال. نعم. بس. صحيح احسنت.
فبالتالي احنا بنقول ايه، ان النظره هي بريد الشيطان. صحيح. وهي التي يتولاها الشيطان، لان عشان كده النظره سهم مسموم من سهم ابليس. تخيل السهم لما يكون مسموم بيعمل ايه؟ بيسمم الجسم كله. صحيح. فالنظره لا تنتهي بانتهائها، لا. نظره الشيطان لما الواحد بينظر بنظره الشيطان ما بتنتهيش، ده هو بقى بيخش ويشتغل بقى. يقعد يطور الموضوع ويكبر في صدر الايه، في صدر العبد، سواء رجل او ايه او امراه. لذلك الانسان ايه، النبي قال النظره الاولى لك والثانيه عليك. يعني نظرة الفجاء، يبقى الواحد يغض البصر ويستغفر الله سبحانه وتعالى إن وجد نزغا من الشيطان في هذه الايه، في هذه النظرة. طبعا جزاؤه عند ربنا سبحانه وتعالى جنة عرضها السماوات والأرض، جنة عرضها السماوات والأرض، ظلال ونعيم مقيم. يا اخوانا الدنيا ما فيهاش راحة، لا غني مستريح ولا شاب مستريح ولا لا 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 لا. من يظن إن الراحة في الدنيا مش فاهم حاجه. وخلقنا الانسان في كبد، لقد خلقنا الانسان في كبد. معنى كده ايه؟ ان لو شفت واحد بيضحك مش معنى كده ان هو ما بيعيطش. صحيح. لو شفت واحد صحته ما تعرفش ده بالليل بيعمل ايه. يا اخوانا لا، ما فيش راحه في الدنيا، ما من راحه وما من سعاده في الدنيا الا ويعقبها كدر او زعل او حزن او مرض. هي الدنيا كده، هي الامور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءت ازمان. هي ده حال الدنيا. إذن يبقى أنا عايز الراحة الأبدية، فما أجمل أن تكون في رحاب ربك، في رحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. مش عايز تكون مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ إحنا نفسنا نبقى في جواب النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا وعدنا لما بنكون أخلاقنا زي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم بنكون في جواه. نعم. فعايزين حضرتك تقول لنا إزاي بأخلاقنا نكون جنب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا منهج حياة. صحيح. مش مصمصة شفاء إن إحنا يصعب علينا، لا لا لا، ده عمل. أشوف النبي بيأكل إزاي، بيشرب إزاي، بيعبد ربنا إزاي، بيتعامل مع الناس إزاي، بيبيع إزاي، بيشتري إزاي، كان بيشتغل إزاي، كل حاجة يعني منهج حياة. في ناس بتصلي وتصوم زي النبي صلى الله عليه وسلم لكن تيجي في الشغل تكسل. يا أستاذ أميرة، ربنا عمل النبي صلى الله عليه وسلم عمل لنا كتالوج من أول ما نتولد، مش من أول نصح، من أول لحد ما ندخل القبر. صحيح. تعمل إيه؟ لم يترك لنا شيئا إلا وعلمنا، إلا وبين لنا صلى الله عليه وسلم. طيب ربيعة بن كعب الأسلمي، الغلام اللي كان بيصب للنبي يتوضأ، فبيقول له يا رسول الله يعني النبي بيقول له الأول سلني حاجة. تخيل النبي يقول له نفسك في إيه؟ شوف النبي يكرم غلامه اللي بيخدمه، سلني حاجة، نفسك في إيه يا ربيعة؟ فقال له أسألك مرافقتك في الجنة، انا عايز ابقى معاك يا رسول الله صلى الله. فالنبي يقول او غير ذلك، في حاجه تانية؟ طبعا لو احنا هنحبش الموضوع، احنا ضمننا الجنه خلاص بقى، حته مش عارف جمل، حته مش عارف ايه، لكن لا لا لا، او غير لا يا رسول الله، مش عايز غير دي. فالنبي يقول له ايه، طالما انت مش عايز غير دي، اعني على نفسك بكثره السجود، صلي كتير، اسجد ربنا كتير. ما هو النبي كان كده، مش النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى تتورم تتشقق تتفطر قدماه؟ صحيح. مش النبي اللي كان بيقف قدام ربنا سبحانه ترتجف يعني مشاعره وجسمه كله كان ويبكي صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله بن الشخير يقول دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. طب احنا بنقف ازاي؟ احنا بنقف تايهين سرحانين، الدنيا واكله دماغنا، مش حاسين بمعية الملك سبحانه وتعالى. ايوه، مش حاسين بمعية الملك سبحانه وتعالى. حتى الدقائق البسيطة دي، ده احنا بنقف يا اخوانا دقائق والله. صحيح. يعني انا بكلم نفسي لاني انا احوج لهذا، مش بنقصد بس حد، لا ده يعني نحن احوج لهذا، ان احنا محتاجين نعيش اللحظات هي دي اللي تعرفنا ان الدنيا جنة،
هي اللحظه دي اللي بتقف فيها قدام ربنا سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى اللي بتسبح فيها ربنا اللي بتكبر فيها ربنا، اللحظه اللي بتترك فيها الحرام عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى اللحظه اللي بتقرب فيها للطاعه وتحبها عشان خاطر دي ربنا بيحبها سبحانه وتعالى. كان في حديث قدسي عن الله سبحانه وتعالى بيقول بيباهي الملائكه بيباهي بينا الملائكه، بيقول للملائكه عبدي ليه ترك المعصيه دي؟ من اجلك يا رب. نعم نعم. فمن احلى الحاجات اللي نعم. ربنا يباهي بيك الملائكه. نعم شيء عظيم. وايضا ربنا يباهي بينا في الطاعه. صحيح. يعني في عند الحج طاعه جميله جدا. صحيح. والناس واقفه في عرفه كده في لحظه الغروب، غروب شمس عرفه، والله سبحانه وتعالى يباهي بين الملائكه يقول لي اشهدكم عبادي شعسا غبرا ما الذي جاء بهم، عايزين مغفرتك يا رب. صحيح. اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم. كل في لحظه ده مستني، فالله يباهي بينا في الطاعه وفي ترك المعصيه وفي القرب منه. انت لازم تضرب امثله عمليه انك تحب الله ورسوله. صحيح. امثله عمليه على ارض الواقع، مش مصمصه شفاء وان انا اعيط بس، لا انت بتعمل ايه؟ انت قدمت ايه؟ انا بقول يا ربي انا بحبك فببعد عن الحرام، انا بحبك عشان ببعد عن الحرام، انا بقرب للطاعه وازعل قوي لو في فرض اتاخرت فيه عشان من ربنا الله، انا ده الامر يتعلق بالله سبحانه وتعالى. لما حد بيحب حد ويتاخر عليه بس دقايق بيجري في الشارع عشان يلحقها او تلحقه. احسنتي. فانت جاي لربنا اجري له. يعني سيدنا ابو هريره بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم فراح السوق وبيقول الناس اللي بتبيع وبتشتري، قال لهم انتوا قاعدين هنا ومراس النبي بيتأسف في المسجد؟ قالوا اين ابو هريره؟ قالوا في المسجد. سابوا البيع والشراء وجريوا على المسجد، دخلوا المسجد بيشوف بقى المراس اللي بيتقسم، لا واحد بيصلي، واحد بيدعي، واحد بيستغفر، واحد بيتوب. اين يا ابو هريره؟ اين يا ابا هريره؟ فين اللي هذا هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو وجدوا عرقا سمينا لاسرعوا اليه. يعني الانسان كده لو وجد، زي ما بيقولوا مثلا صلاه الفجر اللي احنا بنقصر فيها، يعني بيقولوا لو واحد، لو انت جالك مثلا عرض دوله سواء اوروبيه وعقد وهتسافر الساعه 3 الفجر، هتأخر على الطيارة؟ أبدا. ده ممكن ما ينامش. صحيح. ممكن ما ينامش. صحيح. ودنيا، فما بالك بقى سبحان الله ان انت بتشتري جنة، بتدفع ثمن الجنة. بس احنا بنخاف من الموت قوي يا دكتور، يعني دايما لما بيجي احنا بنخاف نموت، يعني ما عندناش اللي احنا يا رب انا نفسي قبلك. يعني كانوا الصحابة زمان بيشتهوا لقاء الله عز وجل. نعم. احنا مش ما عندناش ده، بنخاف من الموت. والله انا هنقول للناس بس في دقائق عشان خلاص، يعني خلاص ايه الحلقه خلاص كده. طب وين فاكره معقوله؟ يعني سبحان الله ربنا يكرمك. سبحان الله، ده لسه في كلام عن الجنه كتير عايزين نقول ان شاء الله الحلقه الجايه باذن الله نكمل عن الجنه. طيب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب نقول لهم بس كلمه بسيطه. كلمه بسيطه. طيب ماشي. انا اوصي نفسي واحبابي المشاهدين وصيه والله من القلب، قدر المستطاع نتمسك بطاعة الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. وهو عشان نحط النقط على الحروف، الفرائض، نمسك في الفرائض، ثم النوافل، ما نقصرش في النوافل. طالما انت قادر تأدي نافلة ما تكسلش فيها، ده ممكن النافلة دي اللي يرجح بها ميزان الحسنات طالما انت قادر عليها. دعاء الاستغفار اللي حضرتك قلته مرة، اللهم انت ربي. سيد الاستغفار. اللهم انت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ونعم بالله العلي العظيم. أحسن ختام وأحلى ختام بكلمات ربنا يجزيك عنا خير. ربنا يبارك فيك. ربنا يكرمك. شكرا جزيلا لحضرتك. العفو. ربنا يحفظك. كان معنا الشيخ أحمد الجهيني من علماء الأزهر الشريف، وهننهي بقى مع صلواتنا. صلواتنا وجزء من قمر الدنيا. لان يعني انا يعني بحس ان انت حاسسها قوي، فاحنا عايزين المشاهدين يشوفونا واحنا حاسينها معاك. يا حبيبي يا محمد
والهوى فيك يقين، نبض قلبي نور دربي، ذكرك الصادق الأمين. رغم أني لم أراك أستنير على خطاك، أنت روحي أنت مني، وأدعو رب العالمين أحيا معك لو بعد حين. أول كوبليه من قمر. قمر 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 سيدنا النبي، قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل، ولا ظل له بل كان نورا، الله الله تنال الشمس منه والبدور، الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا، ولم يكن الهدى لولا ظهورا، ولم يكن الهدى لولا ظهورا، وكل الكون أنا رهن رضاها. قمر 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 سيدنا النبي قمر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.